ضرورة لاقي تعليمات أو إعدادات للسرعة وما في داعي للكهرباء أو الأسلاك، بكفي إنك تدور المقبض وتفرجي على السحر. روتو تشامب مزودة بمجموعة كاملة من قراص التقطيع لكل الأشكال يلي ممكن تتخيليها، وكل قرص مصنوع من ستينلس ستيل من نوع جينيوس جينوكس وبشفرات حادة، ومضمون إنها رح تضل حادة ورح تضل تقطع بدقة وبسرعة ما إلى مثيل. وتغيير الشفرات سهل كتير ومرتبين حسب اللون كرمال يكون اختيار القرص الصحيح كتير سهل. شو ما كان حجم القطع، روتو تشامب بتقطع كل شيء. فيكن تضيعوا وقتكن ومصرياتكن على هول، وفيكن توفروا بالوقت والمصاري بهالآلة، وهي أحسن أداة لتحضير الأكل بالعالم، آلة روتو تشامب. مرحبا وأهلا فيكم ببرنامجنا. الشيف توني عنده كتير أكل هون، شكلهم حلو. كتير إيه؟ حلو، بس عندك كتير شغل اليوم. هيدا مستحيل، هيدي روتو تشامب من جينيوس، واللي بتخلي تحضير كل الوجبات سهل وسريع وممتع. شوفوا، رح حط البطاطا بالآلة وبثواني بس. أوكي. فينا نحط هيدي البطاطا ونحولها لشرايح، فينا كمان نقطع أي نوع من الخضار وبعشر ثواني أو أقل. لازم شوف بعيني. حطيت هلأ شوية بصل بالآلة. شوفي، نكره تقطيع البصل بس هلأ صار فينا نقطعه بسهولة لتصير يعني مناسبة تماما للآلة. شو رأيك بالفجل لتزيين السلطة؟ بس منبرم القبضة لتشتغل الشفرة شغلة. هيدول شوية عشر جزرات، فينا نقطعهم وحدة وحدة. فينا نقطعهم عشر جزرات سوا ورح تكون كل القطعة بالحجم ذاته. أنا بحب السلق بالشوربة وبالحشوات واليخنات. استخدام هيدي الآلة سهل وسريع، ولازم يكون عندك كتير سكاكين لتقطعي السلق بهيدي السهولة. مع روتو تشامب تضمن السرعة. سلطة المفضلة عندي هي سلطة الخيار. تفرجي، منحرك المقبض لنحصل على نتائج ممتازة كل مرة. عملنا كل هيدا بقرص تقطيع واحد بس روتو تشامب مزود بثمان أقراص تقطيع لكل الأشكال الممكنة. عليكي تختاري القرص، وأنا اخترت البنفسجي يلي هو الأول. منركبه بالآلة ومنقفلها بمكانها تنبلش بالبطاطا. هيدا القرص ممتاز لبطاطا الآلة بجبنة الموتزاريلا. حتى تقطيع الفواكه والخضار كتير سهل فيه، ولما يتعلق الموضوع بالجبنة روتو تشامب هي البطل. هيدا القرص الأحمر هو رقم 2 الممتاز للفرم، فينا نستخدمه للجزر والبطاطا والفجل والشمندر. القرص البرتقالي رقم 3 للفرم الناعم، ليك الجزر أو خبز الكوسة للشوكولا وجوز الهند لقشر الليمون والبرتقال. كتير صعب نعمل هيك بفرامة عادية. 100%. وبالنسبة للبارميزان، يا سلام، منحط البارميزان ومندور الشفرة، وبسميها أنا شفرة الإنقاذ لأنها بتعمل خيوط رقيقة بثواني بس. حطينا قطع خبز محمص بالآلة وهلأ رح اطحنها. وهيدي الشفرة الزرقاء الخامسة. الشفرة السادسة هي القطاعة الخشنة. تفرجي على هول، ممتازة. تفرجي كيف بسهولة عم قطع الفريز. فجأتني بتقطيع الفريز. حتى اللحم الشفرات كتير حادة، رح فرجيك اياها. شوفي، هيدي بيبروني للبيتزا. سلامي. شوف قديه رفيعة الشرايح. وعنا كمان الشفرة التركواز، هيدي الشفرة التامنة. هيدي قطاعة وفل. شوفي هالتصاميم الحلوة. إذا أولادك عم بيعزبوكي بالأكل أعطيهم شي رح يحبوا منظره. 8 أقراص وطرق كتير للتقطيع وإمكانيات لا نهائية بتحضير الأكل. بس لحظة، ما تقلي لي في كمان. هيدي روتو تشامب من جينيس. كمان في عنا هيدي الآلة قطاعة عمودية هايلة، رجلين مصنوعين من ستانلس ستيل المتين، كل رجل إلى قاعدة متطية كرمال ما تسحط شو ما كان السطح. شوفي معي، منشيل القبضة وهلأ منسكر الرجلين تحتها، ورح نحط الشفرة جوا ونرجع القبضة، وهلأ خلينا نجيب وعاء جينيوس ونحطه. هلأ فينا نقطع جوا الوعاء مباشرة، رح نقطع الملفوف ونشوف كيف رح يطلع. بس نخلص تقطيع رح نحط ملفوف أحمر كرمال اللون، شوية جزر وبصير عنا سلطة ممتازة. وانطري تشوفي النتائج الممتازة. فينا نغطي الوعاء بالغطاء الجاهز تيصير كل شي جاهز. عظيم، وهلأ صارت جاهزة لتغذية معي. وكمان من جينيوس أنا بحب غطاء حفظ الوجبات. هيدا الغطاء في كل شي، وهو للحفاظ على البرودة، وعليه علبتين صغار، حتى في كمان ملعقة وشوكة. شوفوا كيف بيتركبوا على الغطاء. مع روتو تشامب فينا نحضر أي أكلة أيمتى ما كان بسهولة وبسرعة. رح ناخد هيدي الفليفلة الحلوة ورح نحطها أوكي. بروتو تشامب. شو رأيك تجربيها لأول مرة إليزابيث؟ هيدا بسرني. يا سلام، ما بتتصوروا قدي هالشي سهل. واو واو، في قطع بندورة كمان. أكيد حطيهم كمان، هيدا هو الاختبار الحقيقي. حق. ما عم صدق توني، روتو تشامب كأنه خلاط بمحرك قوي. شوفي هالقطع قديشة حلوة. شوف كيف طلعوا، كتير رفاع. شوفي شو عملنا كمان، شوفي كومة الفلايفلة المقطعة. واو. هيدي هالشي عن جد سريع وسهل وممتع. انت شفتي بعينك سحر روتو تشامب. شو رح نحضر هلأ توني؟ رح نحضر هلأ سلطة الكل بحبها وانت رح بتحبيها. رح نبلش بالكرامب.
الحلو بروتو تشامب انه فينا نقطع اي نوع من الخضرة. رح ناخد هول ونحطهم بنص الطبق. هلأ رح نقطع الكوسة، رح نقطعها بالآلي ورح نقطعها لشرايط بسرعة وسهولة، هيدول منحطهم هون. أوكي. هلأ منأخذ الجزر ومنحطه بالآلي كمان. أنا بحب الجزر الطازة، تقطيع هيك بالطريقة التقليدية بالسكين رح ياخذ وقت كتير. هلأ فينا نعمل هيك بدقايق. شايفين؟ فيك تستخدمي أي مكون بدك إياه شو ما كان بالموسم اللي فيك تحضريه. بروتو تشامب رح منحط هول هون بالمقدمة. هيدي فلايفلي طازة. قبل ما نبلش تقطيع رح قطع هول حقيقة، مش مهم قديش بتعرفي تستخدمي السكين، هيدي هي جودة روتو تشامب. رح نقطع شي كتير صعب عادة هو الجبنة الطازة، منحطها بالآلي. شوفوا كيف عم تطلع من الطرف الثاني، هذا شي مذهل. بارميزان أو جبنة، هيدي هي سلطة الشرايط. شكلها عن جد فاخر. شكرا، وتقطعت بسرعة خيالية. أعزائي المشاهدين، من جديد فتت على متجر خضرة وطلبت من الزبائن يجربوا روتو تشامب. تفرجوا. واو عن جد هيدا كتير سهل. ما هيك؟ واو شوفي شو بتنعم، القطع كتير ناعمة. هالقطع كتير مرتبة، فينا نستخدم هيدي القطعة بحفلة. واو شو حلوة، كتير سريعة. تقدري تتخيلي؟ معقول قطعتها لقطع مثالية بثواني بس؟ ما عم صدق، هالشي سهل كتير. كانت عملية سريعة. ايه شوف كمية الخس اللي فرمتها. مش معقول شو حلوة، تصدق انها خلصت بثواني؟ قدي سهل تقطيع البطاطا؟ عن جد بعمري ما قدرت اقطع هيك منها بالبيت، هيدي ممتازة للقلي. توني انا بلشت جوع. ايه ممتاز، لانه روتو تشامب احسن قلي لتحضير الوجبات. شو رأيك نبلش بعملات طيبة؟ عم اقطع شوية بصل وفطر وفلايفلي بنفس الوقت. هلأ شوفي، حتى لحم البقر والجبنة بيتقطعوا بشفرة وحدة وقالي وحدة، والقطع ممتاز. انتظري تتشوفي قديش حلوة من جوا. شوفي هالمكونات الحلوة، هيدي أسرع آلة تحضير أوملات شفتها بحياتي. بتجنن مش هيك؟ منحط المكونات بالمقلاية، هيدي الأوملات خاصة بالشيف توني. منضيف هلأ البيض وشوية ملح وفلفل، واحذري شو؟ الأوملات صارت جاهزة، أوملات كاملة مع الخضار واللحمة والجبنة، كتير شهية. لوجبة الغداء عم نحضر خضار مقلية طيبة وحلوة، وبأسر وقت ممكن تتخيلوه. عندي بصل وقطعته بسرعة بآلة روتو تشامب. رح أعمل هلأ شرايح جزر، لأنه لازم يكون في جزر بين الخضار المقلية، منضيفهم على المزيج. حطيت بهيدي الآلة شوية فليفلة، لأن بحب تحتوي وجبة الخضار المقلية أنواع كتير من الخضار. منضيفهم على الجزر والبصل ومنتركهم على النار. هلأ عم بعمل شرايح فطر ورح ضيفها هلأ، لأنها رح تعطينا نكهة طيبة كمان. رح ضيف هلأ مزيج الخضار المقلية، وبيحتوي على صويا صوص، زيت السمسم. لنعمل زينة حلوة رح نستخدم روتو تشامب. بدي يكون البصل الأخضر كتير رقيق تيغطي سطح الطبق. رح نضيف بذور السمسم فوقه كمان، ورح رش رشة سحرية فوقهم كمان. تحضير الخضار المقلية سريع بس بيصير أسرع مع روتو تشامب. رح نحضر عشا كامل للكل، ورح نبلش بالخبز المطحون السري. هيدا هو السر، ريد سولز مع دجاج شكلها كتير حلو. روعة مش هيك؟ بالمناسبة هون رح يضيفوا نكهة بتعقل. شوفوا غطينا الدجاج بالخبز المطحون، شكله حلو ما هيك؟ ما في شيء أطيب من البطاطا المقلية بالبيت مع الدجاج. وشوفوا مثل ما ملاحظين كل القطع بالحجم ذاته. ولا مرة فكرت استخدم الخبز المطحون، شكل الطبق حلو من هلأ وبعد ما انطبخ. للتحلية شو رأيكم بفطير التفاح تقليدية مثل ما بتحضر أمادنا؟ كتير بسيطة، منحط التفاح بروتو تشامب لتقطعها بشكل مرتب، منحط شرايح التفاح الحلوة فوق العجينة، وأنا حضرت حشوة كتير بسيطة بالسكر وكمان بالقرفة، وكان تحضيرها سهل وسريع بفضل روتو تشامب. واو شوفوا كل هالأكلات الطيبة اللي حضرناها بروتو تشامب، كلها وتحضروا بسرعة روتو تشامب.